طيب حنا يعني بنحرج هنا. لكن معليش في سؤال برضو مهم. تفضل. مع ابو محمد راح اليوم عاد خربه، انا خربه على هذا ما ادري. التمر جاء والحمد لله رب العالمين. اي نعم. هل بتحرج بشخصيه كذي؟ لا ها الحين اوريك. انا كنت ببالي هالشيء ذا. حلو. ها نبي شخصيه الحرج الحرج. اي ايوه شخصيه الحرج زين. اي خلاص الحين اوريك. طيب احنا ما بعد جاك زباين. لا الحين ما جاء الزباين. قول روح عنده، روح عنده. لا من ذكر إيه؟ الله وصلى على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. لا وعلى سم نقول. ايوه ممتاز. بس تقرب لي هنا شوي. اي نعم. ايوه بس تمام كذا. على سم نقول. على سم. على سم. جوه الزباين. على سم نقول. الزباين. ايوه يلا ابو زياد تعال. جوه الزباين. ابو زياد تعال تكبر يا ابو زياد. الزباين. على سم نقول. على ريالين. 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 ثلاثة ريال ثلاثة. على أربعة. على خمسة من اثنين. ونص. نص. شغل يقول ابو زياد ستة. ستة. ثمانية. ثمان تريد ثمانية. على عشرة. شرة. شرة. على 11 ريال. 11 ريال. 15 ريال. على كم؟ ها 15. بعض اللي واقفين يزعل. 15. ايه. نحرج ولا يلا. 15. اقول من الاشياء اللي صارت لي مرة موقف. ايوه. مرة حرج انا على كراتين تمر سكري. ثمان كراتين. ايه. المهم التمر طيب طيب ويسوى. وحرج عليه 250 250 250 طبعا انا على الكرتون قال هو 60 المهم بعنا عليه ب60 اي يوم بعنا عليه ايوه قال قلت يلا كم العدد قلت العدد 8 على 260 قال لا انا مزود بين كلن ب 260 اعوذ بالله قال اللي قبله تبيه 250 قال هذا حبي الله الله وين غلط هذا دائما يصير صار واحد ما عمره جال السوق او مو من الديره وكذا ما عنده خبره بالشكل هذا اعلى مبلغ بعته بكم 650 ولا باعه وش اللي 650 سكون 5 كيلو 5 كيلو 5 كيلو 650 650 وحجمه وشلون حجمه كان حجمه طيب فاخر استهلونه كم كيلو يجي ها؟ 5 كيلو 5 كيلو ايه طيب اقل شيء بعته اقل شيء بثلاث ريال ثلاث ريال ثلاث ريال يعني سام بريلين تو غلطان ابو زياد لا ابو زياد صاد هذا غلطان ميدك ذا طيب هذا كم وصل سوم ها؟ الحين 16 عند اخوي هو انت ولا ها؟ ولا عظامك؟ عند ابو زياد عند ابو زياد 16 ما حولته انا 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 ليش يا جماعه خير سالته كم سيمت؟ اي نعم لانه من فنون اللي يمسك الحراج انه ما ينسى القيمه الاخيره اللي الاخيره جت. نعم صح لانه لو نساها دخل في اشكاليه ايوه عندي لا عندي انا ما قال لك انا لازم لا لا دخلت لا موجوده ولا لا الا والله طيب نبي نحرج على الزين هذه هذه وش هذه؟ هذه حوشانه هذه سلمك الله خلنا نسمع ابو محمد نعم اسمه ملاحظه ابو محمد لا يوم انك بعته 260 وهو مو عارف المفروض يتاكد هذا قال 260 هو قال 260 انا 250 قال هذا على الكرتون الواحد زود عليه هو زود 10 يحاسبون عليه كل 10 ريال زود زود 10 قال يحاسب انه بكل الكراتين ذولي ب 260 او صارت كذا المهم انه فهم هذا ودائم ما نلقى مشاكل يجي مثل ابو زياد يزود وهو ولا يشري وهو مبعد لا ما يشري ما نقبل يجي ابو زياد عارف انه يزود وهناك وزود 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 انت وجاي يعني. يجي واحد يقول منه يزود قلت يا اخي انتظم بيسو انت تربح يا ابو زياد هذا اللي يزود ايه تلقى مثلا قلت له تربح ابو زياد هذا اللي يزود بعضهم هذا يصيرون موجودين باستمرار اقول كذا ايه بقول كذا حركه ويناظرني هو ويقول كذا على 10 خلاص يعني اناظره وعارف انه بشيء هذا هو فاكر اني انا اللي ازاوده وانا ناظر اللي يزود بالاشاره او هو قال من اللي يزود انت من اللي يزود كم وصل؟ كيف اللي يزود؟ ها؟ كم وصل ذا؟ هذا ما حرجنا الى الحين 100 هذا على تم نقول يا رجال 10 100 ريال 100 ريال 100 100 يربح 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 100 100 ريال 100 ريال حوشاني ها حوشاني 100 100 وريال ابى اعطيك الريال وهو 150 ايه شو الناس اللي تسوم 150 شو الناس اللي تسوم شغل رضيع رجال اول ما نزلت وصلت القيمه ذي اول ما نزلت ما شاء الله الحين لا يعني نزلت قيمتها الان كم قيمتها؟ الحين قيمتها تلقاها ب 45 50 العلبه ذي العلبه ذي لا اله الا الله ولا اول يعني فوق ال 100 هذه اول ما نزلت لذيذه 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 الحين في سوق الحراج اي نعم الحين اللي يحرج
غالبا بينهم يعرفون الاسعار تقاربها. عارف انت دلال تقارب الاسعار بينهم لا يعني ما تكون مختلفه مره تماما يعني. انا شوف ناظر مره تجي بيعه وتبيعونه باطيب شيء شوف بعالي بسعر عالي فوق وما تسوى لكن جو اثنين تعاندوا عنده معاند بالشكل هذا ومره والشيء اللي دايم احنا نشوفه وننحرج منه الصراحه نجي نحرج على سلعه خلال الحراج او قرب ما ننتهي من الحراج يجي واحد قال ترى السلعه مغشوشه الان السلعه مغشوشه خلاص نرجع وراء نرجع وراء نقول صاحب السلعه يا تشيل سلعك يا الان نبي تبخس الشيء اللي تشوفه دايم اللي قال مغشوشه يجي يعدي هالقيمه اللي كان يقول مغشوش ويشريها يا سلام هذه مشكله دايم وانا اقول هذا يعني محاربه الغش يجب ان نقف على جميعا كل واحد يشوف الغش يقول وقف هذه نازله فيها سوره اي والله ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون هذا بكيه اذا كالوهم هو جرو خسروا اي لا حتى في الغش نعم طيب انا فليس بنا بس يقول هذا مقشوف شو هو عاد يزود هو قبل لا لا هو عشان ياخذها لا 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 هي تلقاه مقشوشه لكن عقب تشوف وحنا نحرج تعدى النمط هذا سود سبحان الله العظيم ويشوف الشيء ذا هاي دائما ننحرج حنا مثلا اللي يقول لا تخطب من هذولا هذولا فيهم وما فيهم لا تخطب منهم ثم يعيي ثم يروح يخطب هلا ما ادري عنك انا ورحت طيب طيب ابو محمد سم انا الان احيانا اجي القى في الشتاء القى اللي مضيفنا جايب لنا رطب يا سلام هذه نوعيات ايوه اهلاليه مثلا اي وتاخر والخصاب هذول ما يجن الا بشتة عقب الهلاليه انا يجيني مثلا البرحي برحي يجي ما من المنطقه دي يجيني الشيشي يمكن لا بالثلاجه اي التخزين ذا انا بالتخزين اي نعم وش التمور الافضل للتخزين وش طريقه التخزين للمناصيف والله شوف الرطب المناصيف هذه يعني كثير من حاول وحاول انه باقل كم يعني يقدر انتاجه يصير صحيح انه يجيب علب صخيه بلاستيك السكريه الحمراء مناصيف يحطونها لكن بشرط تاكل لو طلعت البفليزر على طول لازم تاكله على طول على طول ما ترجع ما ترجع خلاص لو ترجع خربت تغيرت والبسر ما اللي يقولوا حل طيب اللي يقول البسر انا ما اشوف احد جاب له حل البسر هذا البرحي طيب انا يعني سمعت مقاله انه اذا اكلت الشيء في غير وقته فوائده ميب زي فوائد وقت يعني الرطب في وقته فوائده ليست فوائد الرطب الا منه صار في الشتاء اللي في الثلاجه هذا صحيح ولا ما والله انا ما سمعت ما عندك فكره ما عندي فكره ابو محمد انا بالنسبه للتثليج ايه؟ انا ثلجت ولقيت المنيفي افضل حاجه يعني يثبت على ما هو عليه منصف تخزين المنيفي لقيته جيد جدا المنيفي ولقيت اللي خزن تمر ابو تسيف طلع لذيذ جدا ابو محمد من غير عاد السكري ابو محمد الحصيري اي حرج كم نقول لا مو كذا بدينا بالصلاه على النبي بدينا بالصلاه على النبي صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كم نقول ثلاث تريال ثلاثه أربعة أربعة خمسة ستة ثمانية عشرة كم 15 أي عبد الله